رئيس أركان الجيش يرافقه معاون التدريب ومعاون الميرة وقائد القوات البرية في زيارة لقاعدة عين الأسد لحضور احتفالية قيادة الدفاع الجوي الخاصة بنصب وتشغيل الرادار الفرنسي الجديد. لجنة من هيئة التدريب تزور وحدات فرقة المشاة 15 المحررة للتدريب ضمن الأسبقية 9 للإطلاع على سير التدريب ومدى الاستفادة منه. حسب توجيه قائد القوات البرية يستمر القادة والآمرون بتخصيص يوم من كل أسبوع للقاء بالمقاتلين وجرح الأبطال للاستماع إلى مشاكلهم وإنجاز كافة المتعلقات الخاصة بهم. شرعت قطاعات قيادة عمليات الجزيرة بواجب بحث وتفتيش شمال بحيرة حديثة حيث تمكنت من العثور على عبوات محلية الصنع تم تفجيرها تحت السيطرة. فرقة المشاة 14 تستمر بتأمين الحماية والنقل وتوفير الخدمات الطبية لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت طائرات القوة الجوية ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع قيادة عمليات ديالة والأنبار أسفت عن مقتل 11 عنصرا من ضمنهم إرهابيين بارزين